حصل ولا ما حصلش. انا في حاجات طبعا الاطفال ما لهمش فيها. في مرحله ما اتعرض عليا جواز صالونات. هنا حصل هنا ما حصلش. ده حته ثانيه. انت ما حصلش. لا طبعا ازاي اتعرض ازاي يعني للبنات السؤال بالظبط. كنت بعمل الفوازير كان عندي 19 سنه. فواحد جه راجل ضخم جدا جدا التلفزيون في ماسبيرو وراح عند الامن تحت قال لهم انا جاي اتجوز شيرين رضا. فانا كنت نازله خلاص خلصت فخلوني انزل من باب تاني لا واقف وانا جايه لها وهتجوزها بالعافيه. ما تعرفيهوش يعني؟ لا جاي من الاقصر باين. جواز محافظات ده حد مهووس بيكي. مش جوازه اكيد. طب حصل ولا ما حصلش؟ مرة غشيت في امتحان. ايه ده؟ مرة طبعا طبعا طبعا. ايه يا جماعة ده؟ دايما بتكذب ليه؟ لا مفيش دفعات تاني. ده انا طالع اول على المدرسه واول ما غشيت. استنوا هنا لحظه. صبري بيقول عمره ما غش. عمرنا ما غشنا طبعا. امي ما غشت. واللي انا عارفه اللي انا عارفه كله اكتبه وخلاص. ما عنديش شيء. انا عايز اخرج اقول لي استنى لاخر اللجنه اقول له استنى انا ده اللي عارفه وما عنديش السعاده اغش حاجه فعايز اخرج يقول لي استنى بعد 10 دقائق. انه تتكلم جد يعني من اول ايه ده؟ لا انا مره بحاول اقنع عايزين يغشوا. انتوا كلكم غشيتوا؟ عندي واقعه غريبه جدا. مره حبيت اعمل ما يسمى برشام. ما هو طيب. انت عامله اقول لك الحكايه بالظبط. قمت عامله وانا خطي صغير جدا وواضح. فعملت كانت ايه؟ فواحد قال لي والنبي زميلي يعني اعمل لي زيها وبتاع. قلت له ماشي. فكنا ساكنين اربعه في المكان. والتاني جه عملت له واحده، التالت جه عملت له، الرابع قال له انا، قلت له خد. قال له انت تروح في اسطنبول. والله ايوه. من ساعتها حتى لما الشيطان وزك فشل. جت من عند ربنا. ومن ساعتها بقيت اذاكر كده، اذاكر كتابه. لا انا عمري ما اذاكر كتابه. لا كتابه 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 بتخلي يعني انت اللي بتغش بتتريق على اللي ما غشش. انا قعدت 11 سنه في الجامعه. انا كنت كليه هندسه وما كنتش حاببها فقعدت 11 سنه. طب ماما كليه هندسه اكيد غشيت وصلت. ده بقى كان 11 سنه. 11 سنه في هندسه بس خلصت. اكيد ما اعرفش لسه. انا غشيت. كل واحد يحكي لي. انا غشيت من واحده صاحبتي كانت امتحانات اولى ثانوي وهي قاعده نقلت كل حاجه بالنت. هي جابت ملحق وانا نجحت. هتموتني. طب انا مالي؟ ده فوتو كوبي. ده هو ما كانتش عاوزه تكلمني طول ما هي في الصيف عندها ملحق مش راضيه تكلمني. طب انا مالي؟ انا عملت محاوله فاشله في انا مالي انا مالي. عزازي في اللوكيشن عزازي غش. يقول لي لا طبعا مش هغش. يا ابني ما تغش عادي. ايه مشكله؟ لا 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 قعد. كان موضوع كبير. يا جماعه فين القيم؟ فين شوف الشر اللي انا اهو شفت المصلحه اهو. هو عشان مصلحته. انا خايفه على مصلحته. حربوقه رهيبه رهيبه. لا انا مره كنت بمتحن امتحانات اللي هي الدروس دي. فانا من الناس اللي هو بغش لدرجه بكتب على ايدي ورجلي وبلبس في الصيف. استغفر الله العظيم يا رب. بس انا بس عايزه اقول محفوظه. بتكتب الحاجات غلط. لا انا بس عايزه اقول محفوظه. مش واخدين بالكم ان كل اللي كانوا بيغشوا كانوا بيسقطوا؟ لا كنت بنجح بس على حروف. عاملين نفسهم شاطرين قوي وبرم وبيغشوا. الحرام ما بينفعش. انا مره في امتحان بتاع درس امتحنت جبت 45 من 50. فالمدرسه شكت ان ايه اكيد ده مش انتي. اكيد قررت انها تعيد لي الامتحان تاني وتقعدني لوحدي. وانا بقى ساعتها بقى زعقت يعني انت المفروض تشجعيني. وعملت بقى قصه قد كده. امتحنت رحت جبت 5. كملت الخمسه ده مستواك يعني. هو نفس الامتحان اللي انا جبت فيه 5 يعني كوبي وجبت 5. عايز اقول لك انه اسهل طريق للنجاح اهو ان انت تذاكر. لا 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 تذاكر والله. طبعا انا ساعات يعني اللي بيقعد طول الليل يكتب البرشام ده. طب ما هو على فكره لو قعد مركز ما هو هيحفظ. انا والله بدخل امتحان الاقي حاجه ثانيه غير اللي ذاكرتها. لا مره في الجامعه هي كانت المره الوحيده وكانت مره فاشله جدا. كان في ثالثه او رابعه كليه فبيدونا امتحان. كان دكتور وفاء الله يرحمه كان اللي هو النظام الامريكاني صح وغلط. فالامتحان كان صعب وانا مش مذاكر الماده. فاتفقت مع صاحبي قلت له بص احنا هنظبط الدنيا. واحد تمام صح
وقعدنا ظبطنا من واحد لعشرة دي صح اتنين اي بي سي كده غلط تمام خلصنا تمام ودونا زي الفل ايه الاخبار حلو قوي واحد بقى ايه صح اتنين غلط طلع هو عامل ايه ومغير الاسئله يعني واحد عندي غير واحد عنده بتحصل بص هقول لكم احنا احنا عشان نتجاوز اللقطه دي بشكل اخلاقي احنا ان انتوا بتتطهروا يعني هو احنا اكيد مش بنشجع على الغش اخر سؤال حصل ولا ما حصلش نمت في اللوكيشن واحنا بنصور وبننام عادي طبعا انا لا انا معايا مستندات يعني بدخل بس مش في اللوكيشن بنام في الكرفان واجي ولا جوه اللوكيشن نفسه ده كل المسلسل نوم على الكلام عزازي بينام بس على العموم انا معايا مستندات على العموم انت لا خلينا نشوف انت لا اقلب 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 خلينا كده لا البطانيه وكده سعيدة من غير بقى فلسفة ولا رغي كتير قربت تعيش أيامك دي الضحكة الحلوة في كلامك ما زهقتش بقى من كتر التكشير يا ابني ارحمنا بقى يا ابني ارحمنا بقى يا ابني مسر يا ابني ترحمنا انتو على قد ما أحب أحبها وافرح بيها بس مش قادر طلعان عيني مش قادر يجي وده مش قادر ده نايم وده نايم خلاص كفايه 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 طب وليلى ذنبها ايه ليلى غلبانه وجايه تزورنا ومش